بعد سلسلة الحرائق التي مست عديد ولايات الوطن والخسائر المادية والبشرية التي أحدثتها، سارع الشعب الجزائري لمد يد العون من خلال تنظيم قوافل خيرية ترسل إلى مختلف العائلات المعوزة والولايات الأكثر تضرراً. فنانون جزائريون ساهموا من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في فتح أبواب التبرع والتكفل بتنظيم القوافل من أجل إرسالها إلى المحتاجين. نظن أنه هو حاجة فينا، هو واجب إنساني لكل واحد فينا شعر بهذه المسؤولية، مش مسؤولية يعني واحد فينا ما يعطي خاطره اليوم أنه يقعد من وراء الكمبيوتر أو التليفون وقاعد يشوف فيهم، ما تقدريش تقعدي مكتفت اليدين، من المحال. وبالتالي كل واحد يعني في الأحياء نظموا تبرعات، فنانين حاولوا أنه ثاني كذلك يستعملوا يعني لغنوتغيتي الحسابات تاعهم باش يجلبوا أكثر عدد ممكن من التبرعات. هذه صورة جميلة طبعا اللي معروفة عند الشعب الجزائري، ولكن هذه المرة عرفناها بصورة كبيرة كبيرة كبيرة. يعني مثلا نحكي لك على تجربتي أنايا، بمجرد أني حطيت فيديو وحطيت بوست على الإنستغرام وحطيت بوست على الجروب اللي حليته اللي هو سوليداريتي 58، أنا ما أمنش بعدد المواطنين عدد المتبرعين اللي جاوا. تضامن واسع من قبل الجزائريين الذين حاولوا أن يساعدوا بأبسط الأشياء في صورة تعبر عن المحبة والأخوة بين الجزائريين في هكذا محن. هضروا على صور التضامن، كل واحد شارك بالشيء اللي قدر عليه. مثلا عندك النساء ماكيتات في البيت ولا اللي يعرفوا يخدموا، عملوا لي خلطة تقليدية اللي تكون بلسم للجروح تاع الحريق. مثلا عندي وحده اللي ضلت تعيط لي، عيطت لي من بدايه الحمله، قالت لي خيط لكم لدها لي زور، خيطت لي زور، عاودنا بعثنا لها واحد قالت لي روح وتدو الجبب. في وقت قصير عملت خدمه نقيه وبعثتها، دونك سا سي مانيفيك. حتى الناس اللي قاعدين جاوا، دراري صغار جاوا، الكبار جاوا، يعني خاص حتى الناس الكبار اللي متمسكين باشياء عزيزة عليهم هالخطرة مدوها. العمل على بناء الجزائر مستمر، وبدايته من شباب متطوعين وجاهزين دائما لخدمة بلدهم من أجل غد أفضل.